اللجنة الشعبية الفلسطينية لمساندة سوريا في بيت لحم نظمت مهرجانا خطابيا ووقفة تضامنية مع سوريا. وأكد المشاركون فيها أن ما تتعرض له سوريا من عدوان هو نفس المؤامرة التي تتعرض لها فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية والمقاومة. نظمت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمساندة سوريا في بيت لحم مهرجانا خطابيا ووقفة تضامنية مع سوريا عند مدخل مخيم الدهشة في قلب مدينة بيت لحم. سوريا الحضارة والتراث، سوريا المنارة والعز والسودن، سوريا التي تعد قلعة العروبة ونبض العروبة وقلب العربي وكل العروبيين القوميين. وشدد الخطباء في كلماتهم على أن المؤامرة التي تتعرض لها سوريا هي ذات المؤامرة التي تتعرض لها فلسطين. هي مؤامرة واحدة من قبل طرف معادي أو محور معادي واحد، وبالتالي مفروض منا أنه إحنا نكون مع نفسنا قبل ما نكون مع سوريا، لأنه إحنا نكون مع نفسنا، إحنا مع سوريا، إحنا مع في وقفتنا اليوم بنعبر عن تضامننا وعن وقفتنا مع الشعب السوري، مع القيادة السورية، مع الجيش السوري، مع الوطن السوري الموحد. احنا هون قدام مخيم الدهشة بيت لحم نعلن مساندتنا لسوريا جيش وشعب، ومن حي القائد بشار الأسد انه صامد قدام عربان الخليج اللي بيدعوا العروبة. كما اكد منظمو المهرجان والحضور على ان مهرجانهم انما يأتي للتأكيد على تلاحم فلسطين وسوريا في الوقت الذي تتعرض فيه سوريا لمؤامرة كونية. سوريا الجيش العربي السوري الذي حق له ان يطاول السماء بقاماته وان يكابر المحيط بعزائمه وهو يدافع عن اقدس قضية عربية هي فلسطين، لأن الدفاع أو الضربة العالمية وهذه المؤامرة العالمية على سوريا هي مؤامرة في الأصل على فلسطين من أجل تهويد فلسطين ومن أجل تمرير المخططات الصهيونية في هذه المنطقة. وشارك في المهرجان والوقفة التضامنية ممثلون عن مختلف الأطياف ومن مختلف الأجيال الذين أعلنوا أنهم يقفون في وجه المؤامرة التي تتعرض لها فلسطين والأمة العربية من خلال استهداف سوريا. يوسف المحمود، التلفزيون العربي السوري، فلسطين المحتلة.